أصدقاء المشاهدين، إحنا الحين موجودين في صالة التزلج على الجليد في هذا الاستطلاع الخاص عن رياضة يحبها الكثيرون، وهي رياضة التزلج على الجليد. تعال نتعرف على هذه الرياضة المحبوبة في دولة الكويت. أقدر أتعرف على اسمه؟ مبارك مشار العرفان. شكرا مبارك في مجلة الأطفال. أنا أبي أعرف، أنت الحين رياضة التزلج على الجليد هذه من متى أنت تمارسها؟ أمارسها من 4 سنين. 4 سنين؟ يعني كم كان عمرك ذاك الوقت؟ كنت أنا بأولى ابتدائي 7 سنين. الحين يعني 10 سنين. زين، هالرياضة أنت ليش اخترت إنك أنت تمارسها بدال من أي رياضة أخرى؟ طبعاً أنا أعرف إنك أنت تمارس رياضة ثانية، بس هذه الرياضة ليش أنت اخترتها بالذات؟ اخترت هالرياضة عشان رياضة الركض، يعني تعور الريل، يعني رياضة الهوكي أو يعني أي شيء على التزلج، يعني أحسن شيء هذا اللي أنا اخترته. زين، وانت ايش رايك في صالة التزلج على الجليد هذه اللي موجودة هنا في دولة الكويت؟ ايش رايك فيها؟ هل تعتقد انها صالة حلوة، ولا ممكن يكون هالصالة ممكن تكون احسن من كذي؟ والله هالصالة احسن، يعني احسن من الصالات، يعني الله يبارك فيها مشروعات سياحية اعطانا هالصالة، يعني احسن من سافر يعني برا. زين، وتعتقد ان احنا نحتاج صالات اكثر يعني علشان الاطفال اكثر يروحون، ولا تعتقد ان الصالة هذه كافية؟ يعني هالصالة هذه كافية يعني حق كل المواطنين، يعني اللي يعجبونه كافية. زين، شو تقول حق الأصدقاء اللي للحين ما مارسوا رياضة وخايفين؟ والله يقولون نخاف احنا نيهني ونزلق، وانت ما شاء الله يعني قاعد تمارس هالرياضة، وانت تقول منك كنت بأولى ابتدائي، ها؟ يعني كنت صغير فجيت ومارست هالرياضة، اكو ناس ثانيين أكبر منك خايفين حتى يجون هني، خايفين حتى يلبسون الجوت يخافون يطيحون، شو تقول لهم؟ أقول لهم خليهم يستانسون، و يعني مدربين يدربونهم وهم يعرفون بعد 4 سنين يمارسون الهوكي. زين، ويعني لبسة الجوتي هذه ما 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 تخوف؟ لا ما تخوف ولا شيء. زين، انت اول ما بديت دشيت هني صالة التزلج على الجليد هذه في الثلج، ولبست الجوتي اللي في سكينة واحدة، شنو كان شعورك اول مرة؟ اول مرة كان شعوري يعني بس امشي شوي شوي، بعدين أمارس شوي شوي لما يعني يجيني بقلب الهوكي واشتري. يعني انت الهوكي هذه هي اللي كانت تشجعك على انك انت تتزلق اكثر، ما كنت خايف؟ لا ما كنت خايف. زين، مشكور مبارك على هذا الحديث الحلو لمجلة الاطفال، نلتقي فيك مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. اصدقائنا المشاهدين، مثل ما وعدناكم في بدايه استطلاعنا اليوم في صاله التزلج على الجليد، راح نلتقي بمدرب لهذه اللعبه المحبوبه. تعرف عليك؟ اي نعم، اسمي لوبا بيرشليوفا من تشيكوسلوفاكيا. حياك الله في مجلة الأطفال، وإن شاء الله تعطينا الأطفال فكرة عن هذه الرياضة المحبوبة. إن شاء الله. هناك الكثير من الأماكن اللي كسروها مثل مدينة الترفيهية والشاليهات اللي الأطفال يحبون يروحون لها، تقول لنا صالة التزلج متى تم افتتاحها بعد الغزو؟ اي والله، أول شيء من صالة يطلع من آخر ستة من سنة 91، يعني على طول بعد غزو، وما شاء الله إن هذا وقت عندنا وايد أطفال، هذا وقت يطفى بس صالة صغيرة صالة كبيرة، هذا وقت سكر، بس الحين عندنا صالتين، صالة كبيرة وصالة صغيرة مش البنات. يعني صالة صغيرة هذا حق الأطفال اللي أصغر سنًا، وهذيك حق الكبار طبعًا. أيوة، صالة صغيرة مشان أطفال ومشان سيدات، وصالة ثانية مشان كلهم، يعني من وهب يجي صالة كبيرة مو مشكلة. إنزين، سؤالنا الثالث اللي بنسألك يا يقول إقبال الأطفال على هذه الصالة، الأطفال كانوا ينكم قبل الغزو أكثر من الحين ولا الحين أكثر؟ ولو إني أنا شايفهم وايدين وحيل زحمة على الصالة. إيه ما شاء الله، عندنا الحين بعد غزو وايد أطفال. هو ليش كذي؟ مشان الحين لسه ما يشتغل خيران، ما يشتغل مدينة ترفيهية، وبصراحة وقت هار وجو هار، يعني هني عندنا شوية برود، يعني يحبون برود، وهذا ليش عندنا وايد ناس هذا وقت. شفنا لما رحنا أصدقائي إلى بعض الأماكن خلال العيد وخلال شهر رمضان، مثلا يوم البحر والمحلات اللي تقدم بعض الألعاب الترفيهية الصغيرة، شفنا زحمة كبيرة، وتعبنا في تسجيل مقابلات مع الأصدقاء، فنعرف إن في إقبال كبير على هالأماكن، لأن الأماكن الكبيرة مثل المدينة الترفيهية أيوة، ما فتحوها إلى الآن.
رياضة التزلج على الجليد شن هي السيفتي أو الأمن والسلامة لها؟ شن هي لازم الأطفال يأخذون حذرهم منه وشلون إجراءات السلامة حق اللعب على الجليد؟ أنت فكر يعني شلون يلبسون وكذي؟ أول شيء لازم يعني واحد من يجي ويلبس مثلاً بنات يلبسون تنورة ولازم يعني يلبسون شورتات طبعاً هذا على بحر هذا أكيد مش هني عندنا تلج وشوية برد علينا وإن واحد تيه بعدين نقول يا كسرت ريلي لا يبا ما يكسر ولا شيء وأنت بس يلبس دريك صوت عليك وهات مثلاً سوسي حال هبون سوس من تيه وأحس شوية برد على إيدها وبعدين أوكي يلا وصيري لعب بس شنو عندنا هني مشان صحة عندنا هني جوتي وكل الناس يلبسون هذا جوتي ومثلا من أنت ما يلبس لك وفي كم نفر يلبس هذا جوتي يعني الله خليكم بين أنت ديش داخل إنسالة يبي لك معك يلبسها ويلبس أي جوتي واحد ما يخاف مثلا يصير مرض أي شيء يعني طبعا ما أقدر أي واحد تشيك عليه عندي بلاك ولا ما عندي بلاك بس أنت بروحك يجيب بلاك ويلبس هذا علشان سلامتكم هذا علشان سلامة الأصدقاء شكرا لأنك عطيتينا بعض من وقتك الثمين وأدري أنت عندك إشراف على الصالة شكرا مرة أخرى وأصدقائنا إحنا ندعوكم إلى أنكم تمارسون مختلف الألعاب الرياضية وإلى هنيناتي إلى ختام استطلاعنا لهذا اليوم.